الأسبوع الماضي وبعد فوز هايدي بالمرتبة الأولى للمرة الثانية كان بانتظار نهار كامل خارج الأكاديمية برعاية تويوتا إيجر. كل صبية بتحلم تكون دايماً على الموضة، كرمال هيك كان بانتظار هايدي شوبينج. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. جربت كل شي حبته، من تياب للأكسسوار لكل شي استحلته عينا. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. وغيرت العديد من اللوكات وشافت شو آخر صيحات الموضة. بمجرد الشوبينج أكيد تغيرت نفسيتها وحست حالها إنسانة جديدة. لتغير جو وتتمتع بنهارة كان لهايدي غدا قرب شاطئ البحر، ولأنه كانت مشتاقة للمأكولات البحرية تغدت سمك ومأكولات بحرية. تلززت ومضت وقت ممتع. بعد تعب وسترس الشهرين اللي عشتهم هايدي بالأكاديمية كانت بحاجة لجلسة استرخاء، فقامت بجلسة سبا ومساج لتجدد طاقتها ونشاطها. مبسوطة قوي، كان نفسي نتعملها مساج. انتهى النهار وانتهى يوم هايدي خارج الأكاديمية، يوم عاشت فيه كل شي بتتمنى تعيشه أي صبية، ورجعت تكفي مشوارها صوب النجومية.